شباب سوريا على هوا راديو وطن اف ام، برنامج بيهتم بالشباب السوري بمختلف مجالات الحياة، يعرض مشكلاتهم ويعالجها حينا، ويسلط الضوء على نجاحاتهم حينا آخر. شباب سوريا تسمعونا كل خميس الساعة 3 بتوقيت الشام على هوا راديو وطن اف ام، معي أنا همام حكيم. شباب سوريا مع همام حكيم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج شباب سوريا على هوا راديو وطن اف ام، تحية طيبة وحلقة جديدة من اعداد وتقديم همام حكيم واخراج مؤيد عبد الله، اهلا بكم. في هذه الحلقة سنفتح ملف تشكيل منتخب سوري حر لكرة القدم يمثل الشارع الرياضي الثوري مع رياضيين مختصين، فمرحبا بكم. هل تدعم تشكيل منتخب حر لكرة القدم وهل سيتم الاعتراف به حال تشكيله؟ هو سؤال حلقتنا لكم لهذا اليوم. يمكنكم الإجابة عبر الاتصال على الرقم 0995318804 ومن خلال صفحة وطن اف ام على فيسبوك. مستمعينا في إدلب وريفها وريف حلب على الترددات 102.8 90.3، لكم التحية أيضا لجميع من يسمعنا عبر موقعنا من جميع أنحاء العالم على www.watan.fm/live. منتخب البراميل وترويجه لتلميع صورة الأسد، هجوم الثوار عليه ونعته بمنتخب البراميل، وتساؤلات عن عدم وجود منتخب حر إلى الآن، محاور نسمعها في التقرير الآتي. الكل سمع وشاهد الحملة الموجهة ضد منتخب نظام الأسد، والذي دائما ما يوصف من قبل السوريين المؤيدين للثورة بمنتخب البراميل أو نسور صيدنايا، كيف لا ولاعبوه ينتهزون كل فرصة تتاح لهم لتوجيه باقات الشكر والامتنان لراعي الرياضة والرياضيين بشار الأسد على حد تعبيرهم، على الرغم من الدمار والفتك الذي ألحقه ويلحقه ببلدهم وشعبهم. حملة تشهد رواجاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي عند كل بطولة دولية يشارك فيها المنتخب، وهذا ما لمسناه فعلاً في البطولة الأممية الآسيوية المقامة في الإمارات هذا العام، فضلاً عن رواجها أثناء تصفيات كأس العالم روسيا 2018. لكن وعلى الرغم من سوء المنتخب الموالي للأسد وفساده إدارياً، هل يحق للرياضة السورية الحرة أن تفعل هجمة شرسة ضد منتخب وحيد يمثل البلد في المحافل الدولية؟ وهل تعد هذه الهجمة المستمرة غطاء على عجز الرياضة الحرة بتشكيل منتخب جديد يمثل الثورة ويلمع صورتها أمام العالم؟ رياضة حرة مليئة بالأجسام والتجمعات إلى الآن لم تسمن ولم تغني من جوع، حسب ما عبر كثيرون من الرياضيين الأحرار المنضوين تحت أقسامها. فهل الأولى بها اليوم الهجوم على منتخب تابع للأسد هدفه تلميع اسمه أمام العالم؟ أم اللجوء لتشكيل منتخب منافس له يلقى اعترافاً وقبولاً من الساحة الرياضية السورية الحرة ومن الدول أجمعها؟ سؤال يبقى عالقاً في ذهن كل رياضي ومشجع سوري داعم للثورة، محتاجاً لمن يقدم إجابات شافية عليه. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الآن نستضيف السيد نادر الأطرش، رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم التابع للهيئة السورية للرياضة والشباب، وهو أيضا كان مدير مكتب عدد من رؤساء الاتحاد السوري لكرة القدم قبل انطلاقة الثورة في سوريا. مرحبا بك أستاذ نادر. مرحبا أستاذ همام،
طبعا تحياتي لك ولجميع مستمعي الاعزاء مستمعي راديو وطن. حياك الله استاذ. بدايه، عند كل بطوله يخوضها منتخب الاسد يتم التهجم عليه ووصفه بمنتخب البراميل. اليس الاجدى منا اليوم منافسته رياضيا وتشكيل منتخب يحمل اسم ورايه الثوره ويمثل السوريين الاحرار في الفعاليات والبطولات الدوليه؟ نعم استاذ همام. اولا في البدايه استاذ همام، بس فقط للتوضيح والتوصيف، صفة لمنتخب النظام منتخب البراميل. نعم. هو اجب فقط لانه نحن ما عندنا مثلا منتخب يمثل الرياضه الحره. نحن نتمنى يكون لدينا منتخب يمثل الرياضه الحره، لكن عده جمله ظروف سنتحدث فيها انا وانت طبعا منعت تشكيل هذا التشكيل. نعم. توصيفنا لمنتخب النظام منتخب البراميل، طبعا هي في شيء واقع انه كل دوله لديها علم، لديها نشيد وطني تتمتع بالسياده، من الضروري يكون عندها منتخب يمثل هذا البلد. لكن الحاله اللي خلتنا نطلق هذه التسميه على هؤلاء اللاعبين وهذا المنتخب لانه يمثل منتخب النظام، في كل مناسبه او في كل مباراه يتم مثلا تجهيز فوز او اي نشاط رياضي، رياضي او القيادي رئيس الدولي او مثلا بعض اللاعبين مثل ما بتعرفوا جميعا انهم كانوا عم يمارسوا العمل مع ميليشيات الدفاع الوطني والامر المهم على سبيل المثال فرق او انديه او منتخبات المغرب العربي. نعم. لاعب كثير كلها موجودة عم تلعب في أوروبا في أندية أوروبية عريقة وعم تمثل منتخباتها الوطنية في استحقاقات الدولية. شي يوم من الأيام سمعنا أنه على سبيل المثال اللاعب رياض محرز أحد فوز منتخب لاعب العزيز بوتفليقة. نعم أستاذ نادر، فعليا أنا فهمت منك الجمل التي تود قولها، لكن يعني في عنا تقطيع بالشبكة نوعا ما. تتحدث الآن عن لاعبين عرب موجودين في الدوريات الأوروبية وما إلى ذلك عندما ينضمون للمنتخبات العربية الخاصة بهم كرياض محرز الجزائري وغيرهم من اللاعبين، فعلا لا يهدون الفوز أو الاستحقاقات الدولية التي يحققونها فعلا لرؤساء دولها، مع العكس ما يحدث فعلا عنا لدى منتخب البراميل. لكن كل هذا الحديث نحن تحدثنا عنه فعلا في تقريرنا قبل البدء بالحوار معك سيد نادر، لكن فعليا اليوم بدنا موضوع تشكيل منتخب سوري حر، وهذا يعني مطلوب من قبل الساحة الرياضية الحرة بشكل عام. ما هو العوائق التي تعمل فعلا على ظهور هكذا منتخب؟ إضافة، ألا يدل هذا التهجم المستمر من قبلكم على منتخب البراميل أو وصفه بنسور صيدنايا أو جيجات قاسيون أو ما إلى ذلك، ألا يدل هذا الهجوم المستمر على عجز منكم؟ هذا طموحنا أستاذ همام، طموح كل إنسان رياضي حر. نعم. بأن يكون أطمح بأن يكون لديه منتخب يمثل المعارض السوري، لكن للأسف الشديد الواقع الرياضي لفترات في الرياضة الحرة لفترات كان وقت جيد ومتناسب في مؤسسة واحدة، لكن قلة الثقافة الكروية وعذرا عن هذه الكلمة يعني عند البعض والفكر خلال الفكر الرياضي ظن البعض أن كل إنسان لديه لاعب 10 لاعبين أو 5 لاعبين باستطاعته يعني يشكل اتحاد أو يشكل جسم رياضي. نعم. يعني تعدد الأجسام الرياضية وتشرزمها منعت منها من تشكيل هذا الحلم لكل لاعبي المحرر. والأمر الثاني، نحن كرياضيين عندما كنا نمارس نشاطنا الرياضي في نحن أول ما انشقينا عن منظمة الاتحاد الرياضي العام اللي منضوي تحت مظلة النظام، لم يكن هدفنا في بداية الانشقاق أن يكون انشقاقنا لمصلحة رياضية. نحن تركنا العمل في مؤسسة النظام لتسجيل موقف مع الثورة مع الثورة والكريمي ومع الجماهير التي خرجت في هذه الثورة. لكن مع مر الأيام كان هدفنا أنه يصير عنا جسم رياضي، أولا ينسينا الجسم الرياضي اللي كنا عم نشتغل فيه، والأمر الثاني أنه نوظف طاقات الرياضيين أو الشباب الرياضي الحر في بوتقة واحدة فهو في مؤسسة واحدة. لكن للأسف كثرة الأجسام الرياضية وتشرزمها وكثرة الدخلاء على هذا الجسم، يعني في أكثر الشخصيات أو بعض الشخصيات الموجودة أو التي تتغنى بالموضوع الرياضي ليس لها تاريخ رياضي على الإطلاق. نعم. هذا أثر كثيرا. أيضا نحن كنا نتمنى أن أن أن
المؤسسات الثورية كحكومات أو ائتلاف تلي الملف الرياضي اهتمام أكثر من ذلك. أنتم شاهدتم موضوع التطبيل والتزمير اللي صار منتخب للنظام. أنا عاصرت منتخبات كثيرة سابقا، لم أجد هذا الشيء على الإطلاق. يعني أنا في بعض المنتخبات، الكثير من المنتخبات على مدار أكثر من 12 عام، ما كنا نقدر نسفر ولا شخص مع المنتخب إلا تطلع البعثة فقط مؤلفة من 25 أو 23 شخص. لكن النظام استغل هذا الموضوع باستغلال جيد للإيحاء للعالم جميعا أنه سوريا ما فيها شيء، مثل أو أنه الرياضة موجودة والجماهير الرياضية عم تمارس عم تحضر. نحن للمؤسسات نحن لكن عنا في الواقع في المحرر للأسف، يعني حتى عندما كنت بتذكر أي شيء بمصطلح رياضي كان دائما يجيك الجواب أنه نحن حاليا هذا الوقت مو وقت رياضة. نعم. طيب بالتالي يعني أستاذ نادر، اليوم عم نحكي عن الرياضة الحرة إنها مشتتة بشكل عام، في موضوع تشرذم، موضوع تعداد المجسمات والتجمعات الرياضية، هل في سعي نوعا ما للتوحد من أجل التخلص من أول عائق يعني في تشكيل منتخب سوري حر؟ نعم، نحن أنا أتحدث عن نفسي أولا ومن ثم عن مؤسسة اتحاد كرة القدم الذي يتبع للهيئة السورية لرياضة الشباب، أطلقناها مرارا وتكرارا أن باب الاتحاد مفتوح للجميع، من لديه الخبرة أو لديه القدرة على العمل في مجال كرة القدم أولا أتحدث، فباب الاتحاد مفتوح للجميع دون استثناء. وأنا حضرت أكثر من اجتماع من قرابة الشهر مع مندوبين على الحكومتين الموجودات في البلد لتفعيل الملف الرياضي وتشكيل وإعادة تشكيل هذا الأجسام الرياضية في جسم واحد، ولنطلق إن شاء الله منتخبات، وليس منتخب، منتخبات لجميع الألعاب. أنا أتمنى باعتباري أنا رئيس كرئيس اتحاد كرة القدم، أتمنى أن يتحقق هذا الحلم فوراً لتشكيل منتخب يضم اللاعبين الموجودين في المناطق المحررة. لدينا خامات بستطيع أنه بقول عنها جيدة يعني، لكن للأسف الشديد مثل ما ذكرت لك أستاذ همام، التشرذم أولاً، ثانياً انعدام الدعم المادي، انعدامه بشكل تام. والرياضة في هذا العصر الحديث بحاجة إلى مال لإعادة تفعيلها بشكل منظم وبشكل شبه احترافي. نعم، اليوم أنتم كجسم رياضي، وهنا المقصود الهيئة السورية للرياضة والشباب، عم تضموا بهيكلكم حوالي 16 اتحاد بمختلف الرياضات. كيف عم نفسر اليوم قدرتكم على جمع كل هاي الاتحادات لكن لم تستطيعوا إلى الآن فعلا تشكيل منتخب سوري ثوري حر؟ هل فقط هو موضوع انعدام الدعم يشكل هذا العائق فعليا، ولا هناك يعني دائما عوائق تانية ممكن تكون؟ نعم أستاذ همام، لا، وجودنا ك16 اتحاد، أنا كرئيس اتحاد كرة القدم مع زملائي في الاتحادات السابقة، وجودنا في أولا بمحبتنا للرياضة. نعم، جمعنا بعض كل واحد في لعبته، وعملنا كله في مجال كل واحد في اتحاده عمل تطوعي بحث دون أي مقابل. طبعا محبتنا للثورة هي اللي جمعتنا أولا يعني، وثانيا محبتنا لكل إنسان يمارس اللعب اللي هو فيها فقط. نحن يعني أي عمل أو أي نشاط بدنا نقيمه عم يصير بجهود فرد، بجهود ذاتي يعني، بالمحبة أولا. في عنا ما عم تقدر ترسم سياسة عمل مستقل لاتحادك، بسبب أولا كنا نعاني من ظروف القصف والدمار والطيران. نعم. ثانيا من حالة الفقر المدقع أو انعدام الإمكانيات المادية. لكن أكيد في خطة إن شاء الله مستقبلية من أجل يعني فعلا إظفار هذه الجهود بشكل عام وتوجيهها نحو منتخب ممكن يكون لكرة القدم، ممكن يكون لرياضات أخرى يعني على حسب بقى كل اتحاد. فإن شاء الله يعني فعلا في القريب العاجل يحقق يعني هذه الأمنيات من قبل الشارع الرياضي السوري الحر. لكن كيف يؤمن الشباب الرياضي السوري؟ نحن الآن نتوجه مثلا ضد عمر السومة، ضد فراس الخطيب، من توجهوا وكوعوا يعني كما يقال في العامية، وعادوا إلى حضن الوطن، وعادوا إلى منتخب البراميل. كيف ممكن يؤمن الشباب الرياضي السوري الحر من أيد الثورة في سوريا نوعا ما وتلوموهم دائما؟ لماذا يلام فعلا هذه الفئة من الشباب السوري وغيرهم؟ لم يتم استثمارهم بشكل عام من قبلكم رياضيا يعني، في عنا اليوم أسماء ممكن تكون غاية في الأهمية، ممكن تدخل إلى منتخب ثوري حر في حال تشكيله، فلماذا يعني دائما هذا اللوم بالمقابل لا يوجد يعني من يتبناهم؟ أستاذ همام، أول شيء نحن متفائلين كثير بموضوع بسنة 2019 ليكون عندنا إن شاء الله جسم رياضي موحد إن شاء الله، ونقدر نمارس روزنامة نشاط إن شاء الله جيدة. ثاني شيء الموضوع اللوم، يعني أنا ذكرت لك إياها في سابقا، نحن عندما سجلنا موقف
وتركنا مؤسسة النظام الرياضي. ما تركناها أولا لأهداف رياضية، لأهداف ثورية بحتة، لأن كنا مؤمنين بثورتنا. يعني ما مطلوب من عمر، شو المطلوب من عمر السومة؟ يعني عمر السومة ابن مدينة دير الزور، ما شاف الدمار والقصف والتهجير اللي صار في دير الزور؟ فراس الخطيب ما بيعرف الحي اللي هو ساكن فيه بحمص كيف صار؟ شاف الزملاء اللاعبين المعتقلين عند النظام اللي تم تصفيتهم في سجون النظام، واللي منهم حتى الآن مغيبين في ظروف غامضة. هذا الموقف ما بيحتاج إنه ليشوف شيء مثلا ينخرط فيه بدل عن اللي رجع له. طبعا على سبيل المثال حاليا في عمر السومة عمل مشاريع حيوية أو مشاريع رياضية في دمشق، أو نعم في مناطق النظام، ليش ما عمل في مناطق المعارضة؟ نعم. فراس الخطيب كذلك الأمر. نحن ما طلبنا من فراس الخطيب وعمر السومة أن هنن يجوا لعنا، هنن اللي سجلوا هالموقف على أساس من البداية كانوا موجودين مع الثورة وأيدوا الثورة. لكن للأسف عندما صار كل إنسان ينظر لمصلحته، أنه في عمر السومة كان بحاجة هو حقق الشهرة ضمن نادي الأهلي السعودي، لكن كان بحاجة ليكون لديه سجل عدد كبير من المباريات الدولية. نعم. من أجل أن يكون يستجلب عقد احترافي جديد، خاصة في الدول الأوروبية. الدول الأوروبية دائما عندما تتعاقد مع أي لاعب في المنطقة العربية تبحث عن عدد المباريات الدولية. نعم. فراس الخطيب للأسف الشديد أنا بعرفه جيدا، الضغط اللي تعرض له خاصة من قبل أقاربه وأخواته اللي هنا موجودين كلهم كعناصر امن وفي في 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 النظام. وللاسف الشديد يعني هو العهود اللي قطع انه ما يرجع لمنتخب الوطن، حتى ما يضل ولا مقص يدفع عم يقصف واطفال حمص وهالشعارات. يعني ما فينا نقول الا نحن حسبنا الله ونعم الوكيل على هاي المواقف اللي فعلا هي خذلت الثورة بشكل عام وخاصة الرياضيين. إذا من عاد لحضن نظام الأسد هو كان لغايات رياضية، ولم يعني دائما يحافظ على موقفه الثوري تجاه الثورة السورية. لكن اليوم يعني دعنا من فراس الخطيب وعمر السومة وغيرهم، ما مصير الرياضيين الأحرار ضمن كل هذا الواقع؟ والله يا أستاذ هم أنا عبر منبرك الطيب أتمنى أتوجه برسالة لجميع الرياضيين الأحرار، تغليب المصلحة العامة لنرجع عن كلة نلم الشمل، ويكون تفكيرنا لبناء جسم رياضي حقيقي يضاهي الجسم الرياضي الموجود عند النظام. طبعا رياضة النظام للأمانة مش هتحطك بصورة سلبية، فاشلة في كل المقاييس. نعم. انت شوف الاتحادات اللي كيف عم تمارس عملها. لكن فقط المنتخب انه لما عصورة الرياضة والبلد عن طريق هذا المنتخب، ولكن الله سبحانه وتعالى جزاهم بهذا الموضوع انه خرجوا خروج مذل من هذه النهائيات رغم وقوعنا في اسهل مجموعة من المجموع في تاريخ مشاركاتنا السابقة، ورغم سهولة التأهل للدور الثاني بسبب كسرة عدد الفرق المشاركة في هذه البطولة. نعم. إنما وقعنا في مجموعة سهلة ما قدرنا نحصل إلا على لقطة واحدة، مع أنه في وتقدم لهم كل الدعم، تقدم لهم دعم كبير. لو يتقدم لنا 1% من هذا الدعم اللي مقدم لمنتخب النظام للرياضة الحرة، أنا بوعدك أستاذ هم راح يكون عندنا نشاطات مميزة يعني ملفتة إن شاء الله لجميع المتابعين للشأن الرياضي. يعني أستاذ نادر، أنت اليوم عم تشوف الرياضة الحرة بكل معوقاتها هي متفوقة على رياضة نظام الأسد؟ متفوقة بالإرادة. يعني نحن ما عندنا ملاعب جاهزة، لعبنا في ملاعب مقصوفة رممناها بأيادي طيبين. كنا نلعب مباريات والطائرات عم تقصف وعم تحلق فوق الملاعب. صعوبة قلت لك ضعف الإمكانيات المادية الشديدة الهائل، لكن الإرادة اللي موجودة عند الشباب الرياضي ما منعتهم إلا من 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 تحقيق رغباتهم وتحقيق الشيء اللي هم بيحبوه، انه يلعبوا رياضة، يلعبوا كرة قدم، كرة طائرة، كرة سلة في المناطق المحررة. يعني من شوي حكيت أستاذ نادر هناك يعني خطوات إن شاء الله قادمة مستقبلية في عام 2019 نحو تشكيل منتخب سوري حر أو غيره من القصص التي تتعلق أكيد في الرياضة الحرة. في يعني لو تحكينا فعلا عن هاي الخطوات الملموسة اللي ممكن تفائل اليوم الشارع الرياضي الحر بشكل عام، فتحكينا هيك ولو شيء بسيط يعني من هاي الخطوات القادمة لحتى فعلا يعني سواء تشكيل منتخب سوري حر أو غيره. والله انا ذكرت لك استاذ همام انا متفائل اولا في سنه 2019 قبل ان نفكر في تشكيل منتخب يجب علينا التفكير في بناء مؤسسه واحده وحقيقيه ومتينه تجمع جميع الرياضيين الاحرار
مثل ما بتعرف انت واقع البلد مو مخفي على حد. نحن لدينا في 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 المحرر حكومتين، حكومه انقاذ وحكومه حكومه مؤقته. صحيح. نتمنى ان 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 تندمج هاتين الحكومتين في 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 حكومه واحده، ايضا كرياضيين نعرف نتعامل مع جسم سياسي او جسم حكومي واحد لتقديم مشروعنا الرياضي ان شاء الله، ويكونوا فعلا جسم شامل وموحد ومتين يضم الخبرات واهل الاختصاص ان شاء الله لتفعيل المنتخبات الوطنيه. نعم، يعني اذا تطلب من الحكومتين المؤقته وحكومه الانقاذ الاندماج، لانه دائما الملف السياسي سيؤثر بشكل كبير على الملف الرياضي. ومن هنا اتيك بسؤال استاذ نادر واختم معك به، هل برايكم لو تم تشكيل هذا المنتخب الحر فعلا سيلقى اعترافا من قبل الدول للمشاركه في بطولاتها؟ الاعتراف، انا سئلت كثيرا عن هذا الموضوع استاذ همام، الاعتراف بالنسبة للدول أو منظمة الاتحاد الدولي لا تعترف بمنتخبات، تعترف بجسم رياضي، بالجسم الرياضي، لا تعترف بالمنتخب. الاتحاد كمنظومة دولية لكرة القدم تعترف بالاتحاد السوري لكرة القدم اللي منضوي تحت مظلة النظام بسبب وجود مقعد الأمم المتحدة بيد النظام. يعني لو أنه الأمر ليس رياضي، الأمر سياسي بحت. يعني نحن اتبعنا كل السبل قبل أن نطمح أن يعترف بنا الاتحاد الدولي. كنا نتمنى من الاتحاد العربي اللي الرياضي، مو فقط الاتحاد العربي لكرة القدم، الاتحاد العربي بما أنه مقعد الجامعة العربية شاغل، نتمنى كنا من الاتحاد العربي أن يعترف برياضتنا الحرة. لكن للأسف الخزلان للثورة السورية طغى على جميع مفاصل الخدمية والرياضية والسياسية والاقتصادية بعدم الاعتراف. نعم أكيد، يعني فعلا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله يعني بما يخدم الرياضة السورية الحرة، لأنه دائما في أصوات تنادي بتشكيل هذه المنتخبات وتمثيل الشارع الرياضي السوري الحر. فعلا من لا يؤيد منتخب البراميل ومن لا يؤيد كل من يعني يساهم في قتل السوريين، حتى لو كان فعلا فقط في إعلاء راية النظام أو ترويج وتلميع اسمه أمام العالم. أشكرك سيد نادر الأطرش رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم التابع الهيئة السورية للرياضة والشباب على كل هذه التفاصيل، ودائما نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا أستاذ همام، شكرا لاهتمامكم وتابعتكم الجيد. يعني هي حقيقة أنه الإعلاميين الأحرار عم يتابعوا هذا الملف بصدق. نتمنى دعمكم المستمر من الناحية الإعلامية لهذا الموضوع، وإن شاء الله نكون فعلا هي سنة 2019 مثل ما ذكرت سنة خيرة على جميع الصعد وخاصة الصعيد الرياضي. إن شاء الله، أشكرك شكرا جزيلا. مراسلو وطن اف ام في المناطق المحررة سألوا الشباب هل تدعم تشكيل منتخب حر لكرة القدم، وهل سيتم الاعتراف به حال تشكله؟ وأعدوا لنا الاستطلاع الآتي. بدعم انه يتشكل منتخب حر لكرة القدم، وان شاء الله يعني متأمنين من رب العالمين انه يعترف فيه عالميا في حال تشكيله. بدعم تشكيل منتخب حر مشان يكون جاهزين في حال تم الاعتراف على الحكومة السورية من قبل الدول بشكل كامل. حاليا ما راح يتم الاعتراف فيه لانه اجماع دولي ما في لحد الان على دعم الحكومة السورية ليتم الاعتراف بالمنتخب. بتوقع انه بفترة قادمة اذا تم الاعتراف بالحكومة راح يتم الاعتراف بالمنتخب. اكيد يعني هذا شيء مفروغ منه، اي سوري بيتمنى انه يتشكل هيك منتخب يكون منتخب بالفعل حر وما نتابع لنظام الاسد او لنظام البراميل. مو بس الامر بيتعلق بموضوع المنتخب، اي مؤسسة رياضية او تربوية او صحية او اي مؤسسة المؤسسات، نحن يعني كسوريين ندعم انه يتشكل بشكل حر وخارج نطاق الاسد، خارج نطاق هاي الحكومة المجرمة. ولكن بالنسبة للاعتراف فيه يعني هذا الموضوع يعني الحقيقة بحسب اخر التطورات اللي شفناها نحن كسوريين انه هذا الامر صعب فيه، صعب يتحقق، ولكن بده شغل عليه. يعني مثلا يعني نحن شفنا انه اغلب الدول اليوم عم تحاول ترجع علاقاتها مع النظام المجرم، واغلب المؤسسات الثورية او المؤسسات الحرة يعني خف دعمها او خف تأييدها او خف مستوى اعترافها، وهذا الشيء اكيد يعني رح يكون بالنسبة للمنتخب مثله مثل اي مؤسسة تانية رح يكون وضعه. ولكن بالنهاية يعني اي سوري بيفكر بمصلحة البلد بيدعم يتشكل هيك منتخب، وبيكون عنده امل اكيد انه هيك منتخب رح يتم الاعتراف فيه اذا تم العمل عليه بشكل جدي وبشكل قوي. يعني
طبعا أنا أؤيد تشكيل منتخب حر لكرة القدم، ولكن الاعتراف بده يكون فيه شوية صعوبة من قبل اللجنة الرياضية، طالما جميع اللجان الرياضية وجميع الاتحادات معترفة على اتحادات النظام، تمام؟ فنحن راح نواجه هاي المشكلة. فأنا أؤيد بتشكيله، ولكن اللي بده يقوم على إنشاء اتحادات ومن ضمنها منتخب مثلا لكرة القدم وبقية الألعاب، يكون في تواصل مباشر مع الهيئات الدولية والمنظمات الدولية المعترفة على بقية الاتحادات العالمية. يعني ما بنحسن نحن نشكل منتخب حر بدون اعتراف، هذا بيصير يعني عائق كبير أمامنا. طبعا كرة القدم أنا برأيي حاليا هي ليست مجرد لعبة، ومو فريقين عم يلعبوا مع بعض وأحد الفريقين خاسر والتاني فائز، لا، حاليا كرة القدم هي بتأثر على الاقتصاد، بتأثر على السياسة، وممكن في بعض الأحيان تأثر على علاقات بين دول. فأنا أرى أنه تشكيل منتخب حر لكرة القدم هو خطوة مهمة في الثورة السورية، ولكن مع الخذلان اللي من المستمر من المجتمع الدولي والعربي والعالمي من سنين طويلة لحد هلق، فأبظن الاعتراف فيه راح يكون مستحيل، لأنه من باب أولى كان الاعتراف قبل مثلا بالحكومة المؤقتة أو بأجسام سياسية كتير تشكلت خلال الثورة السورية. فأنا أرى تشكيل المنتخب الحر لكرة القدم هو خطوة مهمة جدا، ولكن الاعتراف فيها أكيد راح يكون مستحيل. بالطبع أدعم أن يتم تشكيل المنتخب يشكل الشمال السوري الحر. الشمال السوري الحر يحتاج لتشكيل رياضي عالمي أو دولي صح التعبير. موضوع الاعتراف، لا أعتقد أن جميع الدول ستعترف بالمنتخب لعدة أسباب، أهمها أغلب الدول العربية ومن ضمنها الخليجية تدعم نظام بشار الأسد ولو بالخفاء. يمكن أن يكون هناك اعتراف به من قبل تركيا، قطر، عدة دول عربية قليلة جدا، بعض الدول الأوروبية، وأعتقد أن تعترف بها أمريكا، لكنه حاجة ماسة صراحة على الصعيد الرياضي وعلى الصعيد الإعلامي. نحن نحتاج لهكذا فريق مدعوم يتكاتف عليه جميع الشعب السوري في الشمال، يوحد الرأي، لربما أن نتوحد بالرأي في الرياضة. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الآن استضيف السيد حسام خطاب، وهو إعلامي رياضي سوري. مرحبا بك سيد حسام. تحياتي لك أخي همام، وأكيد تحياتنا الكبيرة لكل مستمعي إذاعة وطن. حياك الله. بداية، هناك حديث في الشارع الرياضي السوري الحر على أنه منتخب الأسد أو منتخب البراميل كما يسمى متفوق على الرياضة الحرة، الأول عم يلعب دوليا ويخوض البطولات والفعاليات، والرياضة الحرة لهلأ ما عندها منتخب أبدا يعني يمثل الشارع الرياضي السوري الحر. هل يمكن مقارنة الرياضة الحرة بمنتخب البراميل الفاسد إداريا؟ والدليل اللي عم نشوفه أكيد نتاجه السلبية بالفترة الأخيرة في أمم آسيا وما تم الحديث عنه. نعم طبعا، يعني أخي همام، بالنسبة للرياضة يعني مؤكد أي رياضة للنهوض بها أو للمشاركات تحديدا الخارجية هي يعني بداية بحاجة للاعترافات الدولية والاعترافات العربية. يعني وجود رياضة النظام في المشاركات إن كانت العربية أو الآسيوية أو الدولية له علاقة بالاتحادات الدولية وباللجنة الأولمبية الدولية وبالجامعة العربية التي تسمح لمنتخبات النظام ولرياضة النظام بالمشاركة في هذه الفعاليات. يعني حتى اسمح لي أن أقول أن الجامعة العربية أو اللجان الأولمبية العربية واللجان الأولمبية الدولية والاتحادات العربية والاتحادات الدولية لجميع الرياضات هم شركاء فيما يحصل للرياضة السورية الحرة. بصراحة أنت بحاجة للاعترافات كي تشارك، ونحن نمتلك رياضيين سوريين أحرار، نمتلك الكثير من الأبطال، مئات الأبطال انشقوا عن هذا النظام القاتل وانضموا لصفوف الشعب السوري منذ انطلاق الثورة السورية المباركة، حتى أنه أول شهيد في الثورة السورية المباركة هو الشهيد محمود الجوابرة رحمه الله، وهو أحد لاعبي كرة القدم في نادي الشعلة في مدينة درعا. نعم، وبالتالي إذن الاتحادات والجامعة العربية هي المسؤولة فعلا عن موضوع عدم الاعتراف بالرياضة الحرة. لكن يعني سيد حسام، ما في يعني تشكيل، ما في منتخب بالأساس لحتى يتم الاعتراف فيه. فنحن اليوم عم نلوم اللجان الأولمبية الدولية إلى آخره، لكن ما في نحن عنا منتخب على أرض الواقع.
لا على العكس يا أخي أمام، هناك اتحادات، يعني هناك عدة أجسام رياضية تشكلت أو شكلها الرياضيون السوريون الأحرار منذ انطلاق الثورة السورية المباركة. منها الجسم الأكبر، الجسم الرياضي الأكبر هو الهيئة السورية للرياضة والشباب، تضم الآلاف من الرياضيين إن كان بالداخل السوري المحرر وفي بلاد اللجوء والاغتراب. هناك اتحادات كاملة، يعني اتحادات في الألعاب الجماعية والألعاب الفردية والألعاب القتالية مشكلة وتضم الكثير من الخبرات الرياضية. لكن هذه الاتحادات لا تظهر حتى، يعني اسمح لي أن أتحدث يعني بشفافية، الإعلام الثوري هو جزء من هذه الحالة الرياضية. يعني عدم تسليط الضوء، يعني مشكورين اليوم إذاعة الوطن تسلط الضوء على هذه الأمور، لكن بالإطار العام نستطيع القول أن الإعلام الثوري لم يسلط الضوء بشكل كبير على الرياضة السورية الحرة التي تضم آلاف الرياضيين وهم أبطال على المستويات العالمية، يعني كالمصارع خالد الفرج أحد أهم رياضي المصارعة على المستوى العربي والآسيوي وحتى الدولي، هو خامس لاعبي العالم، خامس أبطال العالم في لعبة المصارعة. هناك طبعا ناصر الشامي هو صاحب برونزية الأولمبياد، يعني هناك أبطال دوليين أبطال أولمبيين موجودين وانضموا لصفوف الثورة. لكن للأسف موضوع الاعترافات حكما، يعني عندما لا يكون هناك اعترافات هذه الاتحادات أو هؤلاء الأبطال أين سيشاركون؟ ما هي البطولات الممكن للمشاركة؟ هم يشاركون في تركيا مثلا، في الأردن، في لبنان أحيانا، في ألمانيا يشاركون، لكن ضمن بطولات محلية، ضمن بطولات معظمها هي بطولات ودية، بطولات محلية. لكن الاعترافات تسمح لك بالمشاركات العربية، تسمح لك بالمشاركات الآسيوية، وحكما تسمح لك بالمشاركات الدولية. يعني وأؤكد على أن الاتحادات الرياضية العالمية والعربية هم شركاء فيما يحصل برياضة سوريا الحرة، وحتى اسمحني أن أقول هم شركاء مع هذا المجرم في قتل العديد من الرياضيين إن كان لاعبي كرة القدم. مثال على ذلك طبعا الكابتن جهاد قصاب رحمه الله، أحد أهم لاعبي كرة القدم الذي قتل تحت التعذيب في سجون الأسد. الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يسلط الضوء على هذه الانتهاكات في حق الرياضيين السوريين الأحرار. إذن المشكلة الأكبر ليست فينا كرياضيين سوريين الأحرار، المشكلة الأكبر في الاتحادات الدولية والاتحادات العربية التي لم تعترف برياضة سوريا الحرة، ولا زالت للأسف تعترف برياضة النظام الذي سخر حتى الرياضة وجير الرياضة لتعويل نفسه. ولاحظنا في الأيام الماضية وفي الشهور الماضية كيف استطاع هذا النظام بمساعدة هذه الاتحادات إن كانت دولية أو آسيوية بتعويل نفسه من خلال الرياضة. نعم، سنتكلم عن هذا الجانب فعلا سيد حسام. فإذا عوائق كبيرة جدا تحول اليوم دون تشكيل هذا المنتخب الحر، موضوع الاعتراف من قبل الدول إضافة لتقصير إعلامه بحقه. لكن اليوم أموال طائلة فعلا تصرف على منتخب البراميل سيد حسام، يعني المدرب الألماني بيرند ستينج طبعا اللي أقيل كان عقده 6,000 دولار شهريا بالإضافة للإقامة في فندق، توفير سيارة وغيرها. ألا يحتاج تشكيل منتخب حر ميزانية كبيرة اقتصاديا، وما مصدر الحصول عليها؟ نعم طبعا أخي همام، التجربة حصلت فعليا، يعني وأنا كنت أحد الشاهدين على هذه التجربة. تشكل منتخب سوري حر وضم يعني الكثير من اللاعبين والكثير من النجوم، يعني نجوم كثيرة انضمت لهذا المنتخب، وتشكل عام 2015، ويعني كانت شركة يعني مشكورة، شركة الدكتور عبد القادر سنكري للأعمال الإنسانية التي رعت هذا المنتخب وتكلف هذا المنتخب الكثير من المبالغ. لكن أعود وأقول أن أهم العوائق، يعني أنت اليوم كرياضي تحتاج ليس للتمارين فقط، ليس للمعسكرات فقط، أنت تحتاج للمشاركات. يعني سبب توقف هذا المشروع أو هذه التجربة هو عدم المشاركة، هو عدم يعني تعرف اليوم الرياضيين سوري الأحرار يعني هم بحاجة للأموال. أكيد وضعهم يعني المعيشي، وضعهم الاقتصادي إن كان في تركيا أو باقي دول اللجوء، حتى موضوع يعني الاعترافات أو يعني كشوفهم الدولية، يعني منهم من هو مرتبط كشوفه الدولية مرتبطة بأندية النظام الذي لم يحرر، يعني حتى اتحاد كرة القدم السوري التابع لنظام الأسد والتابع للاتحاد الرياضي يعني حاول الضغط على هؤلاء الرياضيين ولم يعطيهم كشوفهم الدولية كي يلعبوا في أندية أخرى. موضوع الليسانسات اللعب في تركيا مثلا، يعني نحن نتمنى من الدول التي احتضنت الشعب السوري أن تنظر في ملف الرياضيين السوري الأحرار، هم بحاجة للاعترافات، هم بحاجة للكشوف للمشاركة. وتعرف أخي همام، يعني نحن الرياضيين السوريون يعني منذ تسلم حزب البعث
لدفة الحكم في سوريا لم يعطي رياضي سوري حقه. يعني الرياضيين سوريا فقراء لا يملكون المال يعني لتسيير أمورهم يعني القانونية، تحديدا مسألة جوازات السفر أو كشوفهم لا يستطيعون، هي بحاجة للأموال. ويستغل النظام صراحة، هو استغل الملف الرياضي أعود وأقول لتعويم نفسه من خلال الرياضة. ولاحظنا يعني هذا التجيش الكبير من المؤيدين وشبيحة النظام في الآونة الأخيرة، التجيش في صالح هذا المنتخب. يعني لنتحدث، عبر عشرات السنوات لم يكن إلا أغنية أو أغنيتين أو ثلاث أغنيات لصالح الرياضة ولصالح منتخب كرة القدم. لاحظنا في الأشهر الماضية عشرات وصلت لمئات الأغاني لهذا المنتخب، لأن النظام يعرف ماذا يعمل، هو يحاول تعويم نفسه ويحاول إشغال المواطن السوري تحديدا في الآونة الأخيرة مع بطولة كأس آسيا التي خرج منها منتخب النظام خالي الكفين، وخرج بمهزلة وخرج بسخرية من جميع المنتخبات، من جميع النقاد والمتابعين لكرة القدم، مع هذا الأداء الفني السيء وهذا الفساد الموجود ضمن صفوف المنتخب لم يحقق أي شيء. حاول النظام في الآونة الأخيرة مع أزمة الغاز الموجودة في معظم المدن السورية، مع أزمة الكهرباء، مع أزمة المياه، حاول إشغال الشعب السوري حتى مؤيديه، حاول إشغالهم بملف المنتخب كي يبعدهم عن التفكير في المآسي التي يعيشها الشعب السوري العظيم داخل مناطق النظام حتى. يعني أنت تعتبر الآن هذه الأموال التي تصرف وصرفت على منتخب البراميل ليس هدفها الحصول على بطولات، إنما تلميع لصورة الأسد وترويج لإسمه أمام العالم، لكن هل حقق الغاية هذه برأيك فعلا سيد حسام؟ بالنسبة لنا يعني بالحد الأدنى، بالنسبة لنا كرياضيين سوريين أحرار يعني انضمينا لصفوف الثورة السورية المباركة، حكما لنحقق هذا. هو من عام 1970 عندما تسلم المقبور حافظ الأسد يعني نظام الحكم في سوريا، حاول تعويم نفسه وحاول إظهار نفسه، هو الرياضي الأول، الملاعب تسمى باسمه وباسم أبنائه المقبور باسل الأسد. نلاحظ معظم المنشآت الرياضية سميت على اسم باسل الأسد، حاول من خلال الرياضة كما حاول من خلال باقي القطاعات في سوريا العظيمة تسخير كل شيء لصالح النظام، لصالح هذا الاسم الفاسد. حكما هو لم يستطع. الدليل دائما أخي همام بالرياضة، دليلك على النجاح هو النتائج. ونلاحظ يعني اليوم نتحدث نحن عن بطولة آسيا الأخيرة التي خرج منها منتخب النظام. منتخب النظام شارك سابقا في 5 بطولات آسيوية قبل هذه البطولة، هي البطولة السادسة والمشاركة السادسة، شارك في عام 1980 و84 و96 وعام 2011 في بطولة آسيا، وأيضا خرج من الدور الأول. يعني حتى النظام لا يستطيع أن يقول نحن خرجنا لصعوبة الوضع، لوجود حرب في سوريا، لهجرة الرياضيين. هو من السابق، منذ تسلم الملف الرياضي عام 1970 وشكل منظمة الاتحاد الرياضي التي هي عبء والتي خلقت الرياضيين السوريين، لم يحقق أي شيء في الرياضة الشعبية الأولى وهي كرة القدم، وطبعا لم يحقق الشيء الكثير في الرياضات الأخرى. بعض الإنجازات، بعض الطفرات التي اعتمدت على نفسها، يعني مثال خالد الفرج أو غادي شعاع عندما حققوا هذه النتائج الباهرة، هم حققوها بمجهود شخصي وليس بدعم من النظام أو بأموال صرفت عليهم، لا، مجهود شخصي لهؤلاء الأشخاص استطاعوا الوصول إلى المنصات العالمية. وهناك بعض يعني عشرات الأسماء التي حققت هذه الإنجازات، أقول يعني بمجهود شخصي وليس بمساعدة النظام أو كوادره الفنية أو الإدارية. نعم أستاذ حسام، اليوم يعني لو سلمنا فعلا بتشكيل منتخب سوري حر نوعا ما يضاهي منتخب البراميل أو نصور صيدنايا أو جيجات قاسيون، هذه الألقاب التي تطلق فعلا على منتخب نظام الأسد وقام بصرف الأموال عليه، يعني هل نتائج اليوم منتخب طبعا حر يعني نتائج ممكن تكون مضمونة، ولا لا نصرف هذه الأموال فعلا بإشياء إنسانية ثانية، وخاصة اليوم يعني نعيش أزمات فعلا إنسانية كبيرة جدا في المخيمات، فمن الأحق بالدعم؟ هل الأحق بالدعم هو هذا المنتخب الحر أم هذه المشاريع الإنسانية الأخرى؟ نعم أخي العزيز همام، أنا أقول لك وبكل ثقة، يستطيع الرياضيون السوريين الأحرار تحقيق الإنجازات بمجرد نيل الاعترافات. وهناك الكثير يعني لنا من الأصدقاء هم رجال أعمال، هم مؤيدون للثورة السورية المباركة، قالوا نحن ندعم الرياضة ونريد أن ندعم الرياضة، لكن هذا الدعم لا يوجد مشاركات. يعني أنا عندما أريد الدعم أريد إيصال هذا الرياضي السوري الحر لمنصات التتويج، كيف أوصله لمنصات التتويج ولا يوجد اعتراف لهذا الرياضي؟ أنا أستطيع صرف ملايين الدولارات على الرياضة السورية الحرة من خلال رجال الأعمال وهم كثر والحمد لله
وهم مؤمنون بأن الرياضة ويجب يعني بصراحة يعني يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. من يقول أن الرياضة غير مهمة على العكس تماما، نلاحظ الأطفال في المخيمات في يعني في هذا قساوة العيش حاليا التي يعيشونها، دائما نلاحظ الأطفال بدون أحذية يلعبون الكرة، هذا دليل على أن الرياضة هي، والشعب السوري هو شغوف بالرياضة إن كان كرة القدم أو باقي الألعاب. على العكس تماما الفرح الذي تجنيه الرياضة رغم الظروف الصعبة، والمثال الأكبر هو منتخب العراق الشقيق الذي كان في أحلك الظروف عام 2007 وفترة احتلال أمريكي للعراق الشقيق، استطاع تحقيق كأس آسيا لكرة القدم وتجميع الشعب السوري على كينة واحدة هي المنتخب، منتخب كرة القدم. الرياضة هي جزء لا يتجزأ، واليوم الثورة السورية خرجت من رحم الشباب، الشباب هم من أشعلوا فتيل الثورة السورية المباركة، والشباب هم يعشقون الرياضة. لا يوجد، أنا عندما كنت أعمل في أحد المؤسسات الإعلامية صراحة وأقول بكل صدق، يعني أحد المجاهدين والثوار على الجبهات كان يقول لي أخي حسام أنا لا يعني لا أخرج إلى الجبهة إلا بعد أن أستمع لزاويتك الرياضية اليومية ولأخبار الرياضة، أريد أن أعرف ماذا حصل بالرياضيين سوري الأحرار، أريد أن أعرف نتيجة ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يونايتد. هناك شغف كبير بالرياضة من الشباب السوري الحر، لكن يعني صراحة لم يتم الدعم بالشكل الأمثل، والسبب الأكبر هو عدم الاعتراف. أنا أقول لك عندما تنال الرياضة السورية الحرة الاعترافات، عندما يؤمن هذا المجتمع الدولي الشريك في القتل للشعب السوري بأن الرياضيين الأحرار يستطيعون مجابهة الرياضات أو الدول الأخرى بالرياضة، تأكد أن الاقتصاديين السوريين سيلتفتون، وسيلتفت أيضا الإعلام الذي نحن إعلاميين نضع أيضا اللوم على الإعلام بحاجة الرياضة السورية الحرة لإبراز هؤلاء النجوم وهم كثر. يعني الرياضة السورية الحرة أخي الهمام تضم نجوم، لا تضم يعني لاعبين شعبيين أو لاعبين عاديين، لا هي تضم نجوم انشقوا عن هذا المنتخب، ومنهم رحمه الله يعني ذكرنا جهاد قصاب الذي قتل في معتقلات التعذيب في سجون نظام القائد البشار. أستاذ حسام، يعني فعلا أنت الآن تتحدث يعني يجب أن يكون هناك دعم واعتراف، وآلية الدعم لربما تكون سهلة نوعا ما كونه في رجال أعمال مؤيدين للثورة ومؤيدين لتشكيل منتخب حر، فآلية الدعم تقريبا هي موجودة، لكن موضوع الاعتراف، لماذا لا يتم إجبار المجتمع الدولي بشكل عام على الاعتراف بهذا المنتخب الحر في حال تشكيله؟ ونحن نعلم يعني كل العلم الاعتراف دائما ليس بالمنتخب إنما الاعتراف بالاتحادات، فلماذا يعني والآن يعني موجودة في عنا الهيئة السورية للرياضة والشباب فيها 16 اتحاد منها اتحاد يعني كرة القدم، لماذا لم يتم إجبار الاتحاد الدولي بشكل عام على الاعتراف بالاتحاد السوري الحر؟ نعم طبعا، يعني أقول لك يا أخي همام، الاتحادات الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم هم شركاء في قتل الشعب السوري من الزاوية الرياضية. يعني مجلس الأمن، يعني نقول بصراحة اليوم مجلس الأمن أو كلمة من الدول العظمى التي تقود هذا الجسم السياسي إن كان الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، ببساطة هم يستطيعون الاستغناء عن يعني عن المنظومة الفاسدة لنظام بشار الأسد في كافة القطاعات، لكن هم لا يريدون مساعدة هذا الشعب السوري للخروج بحريته. صراحة عندما يأتي الأمر بأنهم يريدون أو يأتي الأمر من هذه الدول من إن كان الأمم المتحدة أو مجلس الأمن بالاعتراف بثورة الشعب السوري، هم لا يريدون الاعتراف بالثورة السورية المباركة، هم يحاولون قتل هذه الثورة وقتل أبناء الثورة. ونلاحظ أنهم في الأول الأخير يساعدون النظام في كافة القطاعات، على العكس هم يحاولون ويسعون لتعويم النظام. طبعا هم شركاء، يعني لأذكر لك يعني مسألة بسيطة، الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف النشاط الكروي لدولة الكويت الشقيقة لأكثر من سنة ربما سنتين على ما أعتقد، فقط لأن هناك بعض القرارات الحكومية الخاصة بكرة القدم اعتبرها تدخل بكرة القدم، وهو يمنع التدخل بكرة القدم، لكنه كان يعني عمية أو كانت عيونه عمياء عن المجازر وعن الانتهاكات. ملاعب كرة القدم في سوريا كانت معتقلات، كانت تقصف ملعب العباسيين، نصبت فيه المدافع والدبابات لقصف أهلنا في الغوطة. لم يرى الاتحاد الدولي لكرة القدم هذه الانتهاكات، رأى قرار بسيط من الحكومة الكويتية فأوقف النشاط الكروي، لكنه لم يرى أن ملعب العباسيين وملعب الحمدانية في حلب أصبحوا معتقلات وأصبحوا منصات لقصف الشعب السوري، لم يتم رؤية هذا دليل واضح، دليل
جلي. لم يرى المعتقلين اليوم الكثير من المعتقلين الرياضيين الفارس الذهبي عدنان قصار فقط لأنه تغلب على المقبور باسل الأسد في إحدى الجولات الفروسية، تم اعتقاله لمدة 21 عام. الدكتورة رانيا العباسي بطلة العرب في الشطرنج 6 أعوام وغير معروف مصيرها، هي وستة من أبنائها وزوجها وهي طبيبة وبطلة العرب. الاتحادات الدولية أخي هي شريكة لهذا النظام، هي لا ترى هذه المجازر التي حصلت حتى في ملعبها، إن كان الاتحاد الدولي لكرة القدم أو باقي الاتحادات الدولية فهم شركاء أخي. يعني نحن نتمنى الاعتراف بالرياضة السورية الحرة، لكن للأسف هؤلاء شركاء، يعني إن كان الاتحادات العربية الكروية أو غير الكروية هم شركاء لنظام الأسد، كما هم شركاء لنظام الأسد في الكثير من القطاعات. ونلاحظ تهافت الآن يعني بعض الدول العربية للأسف للعودة لحضن هذا القاتل. يعني لاحظنا بعض السفارات بعد هذا القتل 8 أعوام والقتل يعني يمارس على الشعب السوري العظيم، نلاحظ عودة بعض للأسف بعض الدول العربية لحضن هذا النظام والاعتراف بهذا النظام، فهم يعترفون به رغم كل القتل. ألا تريدون أن يعترفون به بالرياضة؟ نعم صحيح، وهذا موضوع الاعتراف يعني يتم سياسيا وحتى في الجامعات الحكومية، ما يعني إلى الآن يتم الاعتراف بجامعاته على عكس يعني جامعات الشمال السوري المحرر، وهذا أكيد يعني لا يخفى على الرياضيين الأحرار نوعا ما في الرياضة الحرة. مع كل هذه الجرائم يتم إعادة التطبيع الآن معه يعني على عدم سحب الاعتراف منه من الأول، فهذا يعني يعتبر جريمة كبرى بحق الشعب السوري الذي ثار فعلا على هذا الطاغية. ولماذا يعني دائما يطرح علينا السؤال لماذا لا تؤيدون منتخبكم يعني وتسمونه منتخب البراميل؟ فبعد كل هذا الكلام أكيد منك سيد حسام أعتقد أن لجمهور الناس المستمعين يعني وضحت الصورة بشكل كبير. أشكرك الإعلامي الرياضي السيد حسام خطاب على كل هذه التفاصيل، ونسأل الله فعلا تشكيل هذا المنتخب الحر الذي فعلا يمثل كل السوريين والرياضيين الأحرار. شكرا جزيلا. تحياتي لك أكيد أخي همام، وتحية لكل مستمعي إذاعة وطن. وأؤكد على مسألة الرياضة السورية الحرة أخي همام، تضم الكثير، تضم المئات بل الآلاف من الرياضيين الأحرار والأبطال. هم يحتاجون صراحة أولا للاعترافات الدولية، ثانيا للدعم المالي، وثالثا وصراحة نتكلم بشفافية، هم بحاجة دائما للدعم الإعلامي. أنت تعرف أن الإعلام هو ضرورة لنجاح أي مشروع، والمشروع الرياضي الشبابي تحديدا هو بحاجة للدعم الإعلامي. ونتمنى أن تستمر هذه الإطلالات وهذه الترصيات على الرياضة السورية الحرة من خلال إذاعتكم، كما ندعو باقي الزملاء في المؤسسات الإعلامية الثورية لتسليط الضوء أكثر على الرياضة السورية الحرة التي تضم الكثير من الأبطال. تحياتي لك أخي هومان. شكرا جزيلا أستاذ حسام. يعني فعلا مستمعينا كما سمعنا من قبل الأستاذ حسام خطاب وغيره طبعا الضيف نادر الأطرش، موضوع الدعم المالي موضوع مهم جدا 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 إضافة لموضوع الاعتراف، وسلط الضوء السيد حسام خطاب على نقطة الإعلام وأكيد دوره في إبراز يعني فعلا الرياضة الحرة وتصديرها للعالم بشكل عام كما يفعل نظام الأسد بتلميع صورته وترويجه إعلاميا. أشكرك فعلا سيد حسام خطاب على كل هذه الإضاءات، وأشكركم أنتم أكيد السادة المستمعين، ابقوا معنا. سؤال الحلقة لهذا اليوم، هل تدعم تشكيل منتخب سوري حر لكرة القدم؟ حيا هلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن مراسل وطن اف ام سألوا الناس هذا السؤال، هل تدعم تشكيل منتخب حر لكرة القدم وهل سيتم الاعتراف به حال تشكله؟ فكيف كانت الإجابات؟ نستمع سوية. نعم أؤيد تشكيل منتخب لسوريا الحرة، وتحديدا أن يكون من المناطق السائرة ضد النظام مثل منطقة حمص، منطقة حلب أو باقي المدن السورية التي سارت ضد النظام، وأن يكون لاعبيه من الأندية التي همشت وشطبت من الدوري السوري أمثال نادي أمية أو نادي الحرية، وعدة أندية تم تهميشها من قبل النظام السوري لأنها سارت ضد النظام، وأن يكون اللاعبين من اللاعبين التي هجرت خارج البلد نتيجة القصف ونتيجة الضغوط الأمنية التي واجهت اللاعبين من قبل النظام الوحشي والعصابة الحاكمة. نعم أدعم تشكيل منتخب حر لكرة القدم، وعندنا شباب ما شاء الله يعني لياقتهم عالية وفنانين ومهارة بالكرة القدم،
وإن شاء الله يا رب. فعلى أرض الواقع ببين الاعتراف، يعني إحنا إن شاء الله إذا تشكل فريق وكان نظامي فمحتمل إن شاء الله يفرضوا الاعتراف على الناس فرض، يعني يفرضوا على الدول كلها أن تعترف عليهم، تعترف فيهم بإذن الله تعالى. أنا أكيد بدعم تشكيل منتخب وطني حر في الأراضي المحررة، وهي بصمة كتير إيجابية لنا، ونحن قادرين على تشكيل نفسنا لنفسنا بمؤسسات وبمنتخب بعيد عن النظام. والاعتراف بهذا التشكيل أو هذا المنتخب يعتمد على جهود الفريق ذات نفسه المنتخب أو الكادر اللي عم يدير هالمنتخب هذا، يعني بده يتعب مشان يوصل صوتنا أعلى وأعلى، إن كان للحكومة وإن كان لبرا. بقى منطالب نحن الكادر ومنطالب هذا الفريق إنه يتعب ويوصل صوتنا يعني أعلى وأعلى، وهي بصمة كتير إيجابية إنه. بالتأكيد أدعم فريق منتخب رياضي لكرة القدم في المناطق المحررة. طبعا الاعتراف به هذا تقع على عاتق الاتحاد الرياضي الحر وعلى المعارضة بدعم هذا الفريق ودعم الاتحاد الرياضي من قبل المعارضة لكي يتم به الاعتراف دوليا وعلى مستوى المنطقة والمباريات التي تقام على مستوى آسيا والعالم أيضا. نعم أدعم تشكيل منتخب حر لكرة القدم، بس عندنا مشكلة انه معقولة الدول العالم تعترف به انه كمنتخب سوري حر ولا سوف يتم رفض هذا الاقتراح؟ بس انا ما اظن انه راح يصير في صعوبة او مشاكل في تفاهم هيك موضوع، يعني ما بعرف، لانه مثل ما بدناك عم نسمع انه الدول عم تتخاذل ضد الثورة السورية. لكن ندعم، صارنا 8 سنين عم ندعم شغلات بس ما حدا بيعترف فينا. شكله اشو علي بلكي تشكيل منتخب في المحرر غير معقول، لانه الفصائل هلق ما توحدوا. اول شغلي، ثاني شغلي، المناطق كلها منفصلة عن بعضها، ما في حدا بيحب الثاني، لذلك ما بتشكل منتخب وما بدعم هذا الموضوع نهائيا. وده تشكل في الايام، يعني صار وتشكل ما حدا بيعترف عليه، لانه في بشار وفي هوديك احسن منه. بدعم انه تشكيل منتخب حر لكرة القدم، لانه تشكيله بيعطي ميزة جميلة للمناطق المحررة وبيعطي يعني الروح الرياضية، انه لهلق موجود الروح الرياضية. الاعتراف فيه رح يكون ضعيف جدا بالنسبة الاولى، بس بعدين رح يعطي نجاح كبير ورح يعترف عليه دوليا. بالنسبة لتشكيل منتخب سوري حر، انا من اشد المناصرين لهذا الموضوع وبدعم انه يصير عندنا منتخب سوري حر بشكل كبير، وبتمنى. من ناحية الاعتراف الخارجي انا متشائم، ليش؟ لان شفنا قديما انه يعني كل شيء بخص الثورة أو بناصر الثورة الاعتراف الخارجي فيه كان عبارة عن قشور، وأصدقاء الشعب السوري طلعوا أعداء، يعني ما بظن رح يصير فيه اعتراف إلا في حالة واحدة، في الحالة هي أنه إذا المنتخب أثبت قوته واللاعبين المحترفين برا انضموا له، دولة أو دولتين من أصدقاء الشعب السوري كتركيا أو غيرها أنه اعترفت في هذا المنتخب أو لعبت مع مباريات، فمن الممكن في المستقبل البعيد، ما من نقول القريب، أنه يصير فيه اعتراف خارجي. طبعا بدعم تشكيل منتخب حر، لأنه راح يكون معترف فيه من قبل الأحرار أولا، المعتقلين، الثوار، النازحين في الخيام، أباء الشهداء، لأن هذاك المنتخب براميل ما معترف فيه غير من قبل شبيهة الأسد. إيه بدعم تشكيل منتخب ربما يكون هو خطوة إيجابية كتير لتقدم الرياضة في الشمال السوري، وخاصة في هالوقت هذا، يعني اللي عم يصير فيه مثلا بطولات أو كذا هيك، فأكيد يعني منتخب يكون حر يمثل المناطق المحررة في الشمال، أكيد هذا مطلب، يعني مطلب لكل الرياضيين في الشمال، وإن شاء الله يعني يكون في اعتراف من الدول، على القليل يعني الدول الصديقة للشعب السوري. في الختام أود توجيه الشكر لضيوفي الأعزاء من رافقوني بها، والشكر أولا وأخيرا لكم أنتم لحسن استماعكم، كما أشكر الإخراج مؤيد عبد الله، كنت معكم أنا همام حكيم في الإعداد والتقديم. إلى لقاء يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في تمام 2 مساء بتوقيت دمشق، دمتم بأمان الله.